رمضان كريم مليء بالخيرات، تذكر الفقراء، نتذكر الجوعانين. من الأكلات اللي كتير أنا إلي ذكريات معاها في شهر رمضان القطايف، ممكن أقدمها بطريقتين، ممكن أحشيها بالمكسرات وأحشيها بالجبنة. خلينا نشوف مع بعض طريقة تجهيزها. كل لقمة بناكلها، كل حبة قطايف بناكلها، نتذكر قديش في ناس فعلاً مشتهيين حبة القطايف، حابين برضو ياكلوا قطايف شهية وسخنة ومغذية في خلال شهر رمضان الكريم. كيف من الوصفات السهلة، بستعمل السميد والطحين البيكنج باودر وبضيف المي. كل هالمكونات بقلبها لغاية ما تصير عندي عجينة سائلة، واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. بسخن الصاج أو قلاية مسطحة وأبتدي أصب القطايف. بستنى لغاية ما يتماسك ويبقى عندي جاهز. قرص القطايف جاهز، خلينا نشوف طريقة الحشوة. ويها بالفرن وبعد هيك نستمتع بطعمها اللذيذ. بعد ما أقلي القطايف أو أشويها بالفرن، بوزع عليها القطر. في ناس بحبوا ياكلوها سخنة، وفي ناس بخلوها تبرد شوي وبعد هيك بيستمتعوا فيها. أحبائي، اعملوا مقدار لإلكم ومقدار وزعوا على الفقراء والمحتاجين، ورمضان كريم.